السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم محمد تحسين من قناة سير شاجي. ازيكم عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. لو انت بتستخدم جوجل فوتو او صور جوجل، فده البرنامج ده جامد جدا. البرنامج ده بنحفظ عليه نسخ احتياطية او باك اب على البرنامج ده، علشان لو لا قدر الله الموبايل اتسرق، اتفرمت، الداتا ضاعت ولا اي حاجة، فالبرنامج ده بيبقى شايل النسخة الاحتياطية بتاعتك. بس المشكلة اللي هتقابلك هي ايه؟ المشكلة ان بعد فترة هتلاقي البرنامج ده بيقول لك نفست المساحة، فحضرتك لازم تشترك معانا علشان تزود المساحه التانيه، او مساحه جديده، او خلاص بقى هنقف على الموضوع ده كده، لان جوجل فوتو بيديك مساحه 15 جيجا مجانيه. انا بقى جبت لك الحل. الحل هو ايه؟ الحل برنامج جامد جدا بيديك 1000 جيجا، التاني بيديك 15، ده بيديك 1000. لا، وكمان انت ممكن تكسب منه ربحيه، يعني لو حضرتك رفعت عليه فيديوهات وبعت اللينك بتاع الفيديو ده لناس واتفرجوا عليه 1000 مثلا مشاهد، هتاخد على 1000 دولار. وكمان البرنامج مجاني وما فيهوش اي مشكله، وتقدر كمان تنزله على الجهاز بتاعك، على اللابتوب او على الموبايل. البرنامج كمان تقدر انك ترفع عليه اي حاجه، اذا كانت صور او فيديو او اي حاجه، لمده جيجا. قصدي 1000 جيجا دي يعني هتقعد تحمل عليه كتير قوي، بس ان انت مثلا ما تقدرش مثلا ترفع عليه الباك اب بتاع الواتساب، لان الواتساب تبع جوجل، بس تقدر ترفع عليه فولدر الواتساب كله، كتاخده كباك اب كله، علشان لو لا قدر الله برضو الموبايل مثلا اتسرق اي حاجه، فيبقى عندك نسخه احتياطيه برضو عنده عليه. البرنامج ده اسمه تيرا بوكس، تي اي ار اي بوك. البرنامج ده متوفر على جوجل بلاي وعلى اب ستور. البرنامج ده وكمان متوفر على ويندوز كمان، انا لسه منزله. البرنامج انا بستخدمه جدا، برنامج امن جدا وبرنامج محترم قوي. اتمنى تدخل عليه، وانا اكتب لك كمان اسمه كمان هنا على الفيديو، وصدقني صدقني هتستفيد. ولو عجبك الفيديو اتمنى تعمل لايك لو انت على التوك، وتعمل فولو على الاكونت، ولو انت على اليوتيوب تعمل لايك وتعمل سبسكرايب على اليوتيوب. شكرا جدا ليكم، وكان معكم محمد تحسين من قناة سير شاجي، والسلام.